وجودك النهارده في مؤتمر بيعرض تقرير نهائي لصوره المراه في دراما رمضان. انت ايه الرساله اللي انت بتوجهيها لصناع الدراما؟ شوفي، هو احنا يعني شايفينه دلوقتي في المجتمع ان الدراما اولا جميله والتكنولوجيا جديده وفي تقدم كبير جدا وحاجات في منتهى الجمال ما نقدرش نقول عليها حاجه، لكن صوره المراه ما زالت بيحطوها بالوضع اللي هو التقليدي القديم، اللي هي لو خيانه تبقى المراه، لو عري للمراه، يعني ما زالوا ما بصوش للمراه ككيان بتشتغل. يعني تشوفنا النهارده البحث العلمي والعلامات واللي خدوا الجوائز النيل التقديريه سواء في الاداب او في العلوم او في العمل في الصناعه، عمر ما حد في يعني حاول يفكر يحط المراه في دور منتج. ليه؟ لان الهدف في الحقيقه، وده اللي احنا شايفينه يعني دلوقتي، الهدف العائد المادي. وهم يعني كانت الدراما زمان يعني لما تشوفي انت المسلسلات القديمه، طب ما هي كان فيها رقص وفيها وكده، بس في نوع من الاحترام، وفي الاخر تشعري ان في مبدا تخرجي بيه في الاخر، مبدا اخلاقي بينتصر. دلوقتي لا، بتبص تلاقي احداث ورا احداث وبتاع، لكن ما بتطلعيش بحاجه تربي الاجيال. وبعدين يعني كان مفروض الاعلام سواء الدراما او الافلام انها ترتفع بالشعب في تفكيره، هي اللي تصلح ما هو فاسد، مش ادي فرصه او ادي الفكر لشخص ليفسد بعد كده. ما بيحصل كتير جدا من الشباب بيقلدوا الحاجات اللي في الدراما. فانا مفروض ارتفع بالشعب، مش انزل حتى لو في الشعب حاجه سلبيه اعالجها. يعني مفروض ان ايوه يقول لك بقول في اللي في المجتمع، صح، الاعلام بيعكس ما في المجتمع، لكن مفروض السلبي اصلحه والايجابي اقويه. دلوقتي لا، بعمل السلبي عشان ابسط الناس عشان اجيب عائد المادي. دلوقتي بقى المقياس كم مليون جاب وكم مليون ما جابش، لكن مش وصلت الفكرة المحترمة للناس ولا لا. رسالتك لصناع الدراما؟ نعم، رسالتك لصناع الدراما ان يبصوا للمجتمع، عايزينه يبقى لهم رؤية، عايز المجتمع شكله ايه، ايه اللي انا عايزاه لمصر دلوقتي للشباب، واعمل الدراما بحيث أشجع الشباب إن نصل إلى هذه الرؤية اللي بيها أخد معايا كل المجتمع وأطلع بيه وأوصل للرؤية السليمة، الرؤية المفروض إن أشوف فيها مجتمع مصري. إحنا مجتمعنا من أعرق ما يمكن، وخسارة إن إحنا يعني عمالين نهبط بيه شوية. يعني مثلا عمر ما كان في شتيمة، في عمرنا ما سمعنا شتيمة، دلوقتي لا بنسمع شتيمة في الدراما وفي الأفلام.